السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم ان شاء الله رجعت لكم فيديو جديد بحيل منزلية رائعة يبحث عنها الجميع، هتسهل عليك لاله حياتك. استعمالات مدهشة وعجيبة البيكربونات الصوديوم غتهنيك بزاف ديال الامور. كنتمنى هذه الحصة انها تنال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة والاتجاهات الرائعة ديالكم. وما تنساونيش بلي لايك وبارطاج الى عجبتكم هذه الحصة واللي كيهمو الامر وبغي يكتشف الاستعمالات وهاد الحيل. معلي إلي تفيديو الأخير وفرجة ممتعة. كما كتلاحظوا معايا، هذه هي بيكربونات الصوديوم اللي غنديروا عليها اليوم الحيل باذن الله. كتكون بهذا الشكل هذا في الصيدليه غير بثلاثة دراهم في هذه الباكيات هذو، وكتكون كذلك بهذا الحجم هذا. وكاينه اللي كتكون بالعبار، يعني كاينين الناس اللي كيشريوها بالعبار. غادي تشوفي معايا لاله غير ثلاثة دراهم، غادي تخلصك من عده مشاكل. خليك معايا للاخر باش تكتشفي هذه الحيل المدهشه. وغندوزو لاول استعمال. كما كتلاحظوا معايا، الا كان عندك لاله شي صدى بهذا الشكل هذا، يعني واخا نحاولوا اننا نحكوه او لا نحيدوا او لا نديروا اي حاجه، يعني ما كيبغيش يتحيد نهائيا. شنو الحل؟ الحل هي بيكربونات الصوديوم، يعني بلا ما ديري حتى شي حاجه، يعني حتى شي مجهود، فقط معلقه وقطرات ديال الخل. الا عندك الخل ما عندكش، ديري غير بيكربونات الصوديوم، ولكن الا درتي الخل غادي تزيد الفعاليه وغادي تفعله وغادي تكون النتيجه احسن واحسن وسريعه. غادي نحتاجو شويه من الخل الابيض كما كتلاحظوا معايا، غنتظروا عليه فقط دقائق، دقيقه ولا جوج دقائق يتفاعلوا، وغادي ندوزو نديرو لهم حكه خفيفه ونتخلصوا من داك الصداع. غادي نجيبو اي حلفه عندكم رطبه، اي حاجه ممكن تجيبو كذلك هادي، وغادي نبداو على بركه الله. يعني داك الصداع اللي كيكون صعيب كنحيدوه في ثواني، يعني كما كتلاحظوا معايا، لاحظوا هاد الصداع هذا الكميه ديالته، وغادي تشوفوا اننا غادي نتخلصوا منه باذن الله بسرعه. كما كتشوفوا معايا، يعني النتيجه راها واضحه لكم، يعني بسرعه كنتخلصوا من داك الصداع. لاحظوا الفرق كما كتلاحظوا معايا، يعني بسرعه تحيد معكم الصداع. لاحظوا معايا، يعني النتيجه راها واضحه لكم. غادي نزيد شويه واحد الحكه خفيفه لهاد الاماكن هذه، وغتشوفوا النتيجه النهائيه. وكما كتلاحظوا معايا، هذه هي النتيجه النهائيه اللي حصلنا عليها، يعني في دقائق بسرعه بدون مجهود تخلصنا من داك الصداع اللي كان مالئ لينا هاد المكان هذا. غندوزو للحيله المواليه. بالنسبه للسيكان والبزاطم، كما كتعرفوا هاد الجوج ديال الاشياء يعني كنساوهم، بما اننا ما كيمكنش لينا نغسلوهم ضروري ما خاصنا نبقاو باش نحيدو لهم ديك الروائح اللي كتكون فيهم، وكذلك نديرو لهم بحال الا عقمناهم مثلا، لان كنديرو فيهم الاغراض ديالنا. كما كتلاحظوا، غتاخدوا الصاك ديالكم وغادي تحاولوا انكم تفرغوه، يعني تخويوه ما تبقى فيه حتى شي حاجه، وغادي تجيبوا، انا كنفضل من الاحسن انكم تضيفوا لها قطرات من الزيوت الاساسيه باش يبقى دائما الصاك ديالكم معطر. غادي تاخذوها بهذا الشكل هذا، وغادي ديروا في اي مكان عندكم في الصاك ديالكم، يعني الجيوبه اي مكان. من الاحسن هاد الفكره هذه انكم ديروها بالليل وتبات لكم في الصاك ديالكم من الاحسن. وكتجيبوا هاد الزيوت العطريه وكتحاولوا انكم ديروا بعض القطرات فوق، اولا كتخلطوها من الاول معها، وكتحاولوا انكم تخلطوا الصاك ديالكم بهذا الشكل هذا، يعني كاع الاماكن تمشي لها وتخليوه تبات فيه ليله كامله باش تمص هذيك الروائح كلها اللي كتكون في الصاك ديالنا حتى الصباح، يعني عاد تسوسوه، يعني باش تيبقى معطر ورائع. وكذلك وبالمثل البزاطم، البزاطم كما كتشوفوا كندخلوا فيهم النقود ديالنا، والنقود كتكون يعني دايزه من يد ليد من هنا لهنا، يعني كما كتعرفوا من الاحسن اننا مره نديروا هاد العمليه هذه. ممكن انكم ديروا قطرات من الزيوت الاساسيه فقط للتعطير، يعني كتخلي واحد الرائحه طيبه، وتسدوا البسطام ديالكم وتخليوه ليله كامله. الصباح كتسوسوه وكديروا فيه النقود ديالكم، وكيبقى البسطام ديالكم معطر وجد رائع وما فيه ريحه. هي بالنسبه للمناديل ديال المطبخ والفوط اللي كيكونوا عندنا في المطبخ، كما كتعرفوا دابا فصل البرد، يعني الا ما شمشناهمش اولا ما نشفوش مزيان كتبقى فيهم واحد الرائحه عزكم الله، يعني ما غير مرغوب فيها. غتجيبوا شويه ديال الماء يكون دافي، وغديروا فيه واحد المعلقه بهذا الشكل هذا، وغديروا القليل من الخل
وغادي ترقدوا فيه هاد المناديل ديالكم، يعني في اخر غسله واخر شيء غديروا هاد العمليه هذه باش تحيد لكم كاع ديك الروائح وكتشللهم، يعني ما كتبقاش فيهم ديك الرائحه الكريهه نهائيا ديال المطبخ، وفي نفس الوقت كتعقمهم. وبالنسبه للحيله المواليه متعلقه بالترموس ديال القهوه، كما كتعرفوا دائما الترموس ديالنا الا ما كنتوش كتغسلوها مزيان اولا كتسدوها بزاف كتكون فيها واحد الرائحه الغير مرغوب فيها. رانا تقاسمت معكم عده طرق بالنسبه للتخلص من هذه الروائح، غنخليكم الرابط اسفل هذا الفيديو، وكذلك استعمالاتها العجيبه. كما كتلاحظوا معايا غنحتاجوا فقط نجيبوا واحد المعلقه وغادي نديروها هنايا في الكاع ديال الترموس، وغنجيبوا شويه ديال الماء يكون غليان، وغنضيفوا شويه الماء يكون سخون، وغنضيفوا بغيتو تضيفوا قطرات ديال الخل ما بغيتوش، الا كانت عندكم رائحه كثيره اولا كان الترموس معطل عندكم فيها رائحه ما بغيتوهاش، يعني غتضيفوا قطرات ديال الخل وغادي تحاولوا تملؤوا الترموس بالماء يكون غليان حتى الفوق، وتسدوا عليها وتخليوها واحد المده قد ما قديتو. من بعد كتفرغوا داك هاد المكونات هادو كتغسلوها عادي وكتخلوها تهوى مزيان، كتخلصوا من دوك الروائح نهائيا، وكذلك حتى الا كان فيها شي كالكير اولا شي ترسبات ما كيبقاوش. وبالنسبة للحيلة الموالية وهي هاد السطل هذا ديال القمامة أعزكم الله، توا نخليكم الرابط أسفل هذا الفيديو باش تعرفوا على الحيلة الأخرى بإذن الله. دائما تاخذوا ديروها في القاع ديالو باش دائما تمص لكم هاد الروائح اللي كتكون كريهة أعزكم الله، وكت يعني كيبقى معكم جيد جدا. وكما كتعرفوا دابا في الحال البارد، يعني هاد لي كاب هادو اولا الشيلا اللي كيكونوا سخانين يعني ديال البرد ما كنغسلوهمش، يعني باستمرار كيبقاو معنا واحد المده عاد كنغسلوهم. ولكن باش تخلصوا من دوك الروائح اللي كيكونوا فيهم مثلا، غادي تاخذوا هاد الشال ديالكم اولا الكاب اولا اللي عندكم، وغادي ممكن ان الا كانت فيه مثلا هكا كان شي بلاكار كانت فيه ريحه ديال الغمال اولا اي حاجه، ممكن تضيفوا قطرات، ما كانش تكتفيوا فقط كديروا بعض القطرات هكا في بيكربونات الصوديوم، كتحاولوا انكم ترشوا كاع الشيلان ديالكم بهذا الشكل هذا. ممكن الا بغيتوا انهم تبقى فيهم رائحه جميله، الا كنتو كما قلت لكم درتوا بعض القطرات من هاد الزيوت الاساسيه، كتملؤوا هاد الشال ديالكم وكتجيبوا واحد البلاستيكه تكون كبيره وكديروا هاد الشيلان ديالكم كلهم في هذيك البلاستيكه وتتسدوا عليهم واحد المده، يعني كتولي فيهم رائحه جميله هائله. وممكن فاش تساليوا انكم تسوسوا في اي مكان هكا ولا تسوسوا فوق الطابي ديالكم اولا الموكيت باش ما تضيعوا، لانه كذلك تيخلصنا من الروائح الكريهه في الموكيت. وكذلك بالمثل نديروا حتى لهاد الكبار هادو، هاد القضيه هادي نافعه بالاخص في فصل الشتاء، واستعمال اخر كذلك في الحمام بالنسبه لهاد الادوات كاع ديال الحمام، يعني كاع داكشي كيكون عندنا في الحمام من بينها الكيس الخراقي المشاطي، يعني اي حاجه هادي ديال الحصانه هادي الا كانت جديده يعني وباغين تعاودوا بها ثاني مره اولا ثالث مره حتى هي، ما تنساوش انكم تعقموها، الفرشاه ديال الاسنان، يعني كاع داكشي الادوات، المقص ديال الظفار نسيت ما حطيتوش لكم هنايا، يعني كاع داكشي كيكون عندكم في الحمام ما تنساوش، يعني مره مره خصكم تاخذوا واحد الانيه وتوضعوا فيها الماء يكون غليان وهاد بيكربونات صوديوم، وممكن كذلك تضيفوا قطرات ديال الخل، الخل تيبقى اختياري، ممكن حتى هو تضيفوا قطرات ديال الخل، ولكن ما ديروش هاد الشيء في مكان واحد، يعني كل حاجه عقموها بوحدها بحال هادو ديال الاسنان، يعني خصوا لهم واحد الكاس بوحدهم وديروا لهم هاد الطريقه هادي، بحال هاد الخراقي حتى هما ديروهم في واحد الطاسه بوحدهم، المشاطي ديروهم بوحدهم، هادو ديال الحسانه ديروهم بوحدهم، يعني كل حاجه ديروها بوحدها ماشي تخلطوا هادشي مع بعض باش انكم تعقموهم وتنظفوهم جيدا، يعني كل حاجه حتى المقوسه كما قلت لكم ديال الضفار، يعني كاع داكشي اللي كيكون عندكم في الحمام مره مره ديروا الماء غليان وديروا بيكربونات الصوديوم، وحاولوا انكم تخليوهم واحد المده ومن بعد تشللوهم عادي، يعني طريقه جيده ورائعه في تعقيم هاد الادوات. وبالنسبة للاستعمال الموالي متعلق بالأحذية، يعني جميع أنواع الأحذية سواء كانت رياضية سواء كانت هاد اللي كتكون عندنا في البيت، يعني بالأخص كذلك تهادي، شنو كديرو كتاخدو هاد وكتاخدو قطرات من الزيوت الأساسية، ما عندكمش هاد الزيوت الأساسية راه ممكن أنكم ديرو فقط بيكربونات الصوديوم تكتفيو بها، كتاخدو القليل وكتحاولو أنكم توزعوها على مثلا بحال هاد الأحذية هادو اللي كنلبسوهم يعني ما كنغسلوهمش باستمرار، وكذلك الأحذية الرياضية، ومن احسن الاحذيه الرياضيه انكم دائما تخلطوا ديجا تقاسمت معكم هذه الحيله هذه انكم تخلطوها مع الزيوت الاساسيه وتخليوها ليله كامله تبات، وهذه الاحذيه الرياضيه اللي كانت كدير معكم الريحه، يعني واخا تصبنوها كتبقى فيها الريحه،
حاولوا انكم ديروا ليها بيكربونات الصوديوم والزيوت العطريه وديروها في واحد البلاستيكه وتغلقوا عليها وتخليوها تبات ليله كامله والصباح تسوسوها، وهذه العمليه تبقاو تعاودوها ليها حتى تخلصوا باذن الله من هذيك الرائحه. كنتمنى كذلك الحيله تفيدكم. كتبقاو تحركوا هكا كما قلت لكم، ممكن تضيفوا قطرات من هاد الزيوت وتخليوها فيها ليله كامله ومن بعد تسوسوها. وبالنسبه لاستعمال الموالي فاش ممكن تفيدنا بيكربونات الصوديوم؟ تفيدنا في هذا الحوض هذا ديال المطبخ، يعني الا فيه الاوساخ او لا مختنق لكم او لا كيدير لكم رائحه يعني كريهه، ما عليكم الا الحل المناسب غديروا بهذا الشكل هذا، وغادي تحاولوا انكم تخويو عليها القليل ديال الخل، وإلا كان مختنق بزاف كديروا المطايب في الاخير. كتلاحظوا معايا يعني هاد التفاعل رائع، شي حيدي كاع دوك الاوساخ وكل شيء كيمشي مع هاد الخل هذا، وفي الاخير كنخويو عليه شويه الماء وكنتخلصوا من الروائح الكريهه. كما كتلاحظوا معايا يعني كاع الاوساخ وكل شيء كيمشي وكيولي لينا نظيف. استعمال اخر بالاخص في الفصل هذا ديال البرد، وهو الاغطيه ديالنا يعني كاع الافرشه ديالنا كما بغى يكون النوع ديالها، اننا كنستعملوا ليها. علاش؟ باش تخلصنا من الروائح الكريهه وتخلصنا من الروائح ديال النوم، وكذلك الا كانت هكا الدار فيها ريحه الغمال، المهم كاع دوك الروائح كنتخلصوا منهم. بالنسبه كاع الاغطيه انكم كتاخذوا كتسرحوها في الفراش ديالكم المات ديالكم، حتى الزرابي راه ديجا تقاسمت معكم هذه الحيله هذه. والا بغيتوا تزيدوا تعطروهم من الاحسن انكم تضيفوا قطراتهم باش يبقى الفراش ديالكم ديما معطر وجد رائع، وكذلك جيده ومفيده بالنسبه لهاد القارورات الزجاجيه بالاخص فاش كيتكون ليهم بعض المرات كيتكون ليهم الكركير فهاد القاعده. شنو كديروا؟ كتاخذوا وكديروها فهاد القاروره الزجاجيه وكتضيفوا عليها شويه ديال الماء يكون سخون بهذا الشكل هذا. ممكن انكم تعمروها تملؤوها كامله، ممكن انكم تخليو غير هكا تبقاو تدوروا فيها يعني الماء وكتغسلوها عادي كتولي لامعه لكم. وبالنسبه لاستعمال الموالي انها فعاله في تلميع الصنابير يعني اللي عندنا في الحمام او المطبخ، ممكن انكم تاخذوها مباشره وديروها في شي بونجه هكا وتمشيو تلمعوا الصنبور ديالكم بسرعه. وكذلك فعاله بالنسبه للتخلص من الدهون، سواء الدهون اللي كيكونوا عندكم هكا في السيراميك اللي عندكم في المطبخ او البلاكارات اللي عندكم في المطبخ، او كذلك الدهون اللي تيكونوا مثلا في القراعي ديال الزيت او شي اواني مدسمه، ما عليكم الا بيكربونات الصوديوم ترشوها على داك المكان يعني وتخليوها بعد القليل وتغسلوها، يعني كتحيد لكم تتخلصكم من الدهون بصفه نهائيه، يعني فعاله ورائعه في القضاء على الدهون. وإلا بغيتو تعرفوا على استعمالات أخرى غنخليكم الروابط أسفل هذا الفيديو، عند استعمالات متعددة وكذلك استعملتها معكم في بزاف ديال الأشياء. غنخليكم بإذن الله جميع الروابط. كنتمنى هذه الحصة أنها تكون خفيفة ظريفة على قلوبكم وتكونوا استفدتوا ولو بالقليل، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة وعلى التشجيعات الرائعة ديالكم. متنساوش إلا عجبتكم هذه الحصة أنكم ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الأهل والحباب ديالكم باش الفائدة تعم، وإلى حصة قادمة إن شاء الله مع وصفة جديدة أو نصيحة جديدة مع خديجة، وشكرا على المتابعة.